ممكن نرجع لها أثناء الحوار. طيب تفضل. بالنسبة للأردن، نعم، الوضع الاقتصادي، الشراكة، الملك الأردني، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان له تصريح قبل يومين على إحدى القنوات الأمريكية، سئل عن إيران فقال إنه النيم أوف ذا جيم هو الازدهار، مسمى اللعبة هو الازدهار، إذا استطعنا أن نزدهر أمورنا جيدة بالتعاون. يا سلام. اشرح لي العلاقات السعودية الأردنية من الشق الاستثماري والاقتصادي. نعم. نعم. اليوم الأردن يعني الأردن الشقيق والشعب الأردني الشقيق اليوم مرتبطين معه بحدود مشتركة، بعلاقات دم وجوار وقربة وأشياء كثيرة، والتاريخ والجغرافيا كلها تربط. أنا أعتقد اليوم أنه هناك يعني رغبة من القطاعين الخاص والبلدين لتطوير هذا التعاون. اليوم إحنا لما كنا في الأردن حكينا بكل صراحة عن التحديات والمعوقات، ويجب أنه يكون فيه تشجيع للاستثمارات، حل مشاكل المستثمرين يعني، والجانب الأردني يعمل على هذا الشيء، وبالعكس وكانوا يعني راغبين يعني ويعملون. كان معنا أصحاب المعالي الوزراء من الجانب الأردني، وكانوا يحكون على التحديات أنه إحنا حنشتغل عليها وحنعمل عليها. اليوم أنا أعتقد الوضع اللي اليوم حاصل هو غير الأمس. الأمس قد يكون مجرد مواعيد، لكن اليوم في فعل حقيقي. اليوم لما تسهل الإجراءات وتساعد القطاع الخاص حيكون فيه نمو فوري ومباشر، وفي وظائف وفي عمل في كل في كل البلدين حقيقة. فاليوم نشوف فيه جدية. اليوم أنا أعتقد جدية القيادة السعودية خلقت أيضا جدية من الدول الأخرى يعني الصديقة والشقيقة، يعني يكون في جدية، ما هي مقابلات إعلامية أو شيء من هذا القبيل. فاليوم أنا متفائل فيها، وأعتقد أنه في مجال كبير مع الأردن أنه يكون فيه في تعاون اقتصادي.